عايز اروح برضو لنقطه مهمه جدا، نقطه دايما بيتكلم عنها الاعلام المنافس لما بيتساءلوا دايما ويقولوا يعني ايه مبادئ النادي الاهلي؟ هو في مبادئ النادي الاهلي؟ لا، ده مبادئ النادي الاهلي ده مجرد كلمه بتتقال بتسوقوا بيها للنادي الاهلي. لا، مبادئ النادي الاهلي موجوده من 1907 منذ نشاه النادي للحظه اللي احنا فيها، ولكن مبادئ النادي الاهلي هضرب لكم بيها المثل في موقف حصل امبارح في كره الطائره سيدات، بالمناسبه ببارك لهم على فوزهم بالدوري وما شاء الله بيحققوا ارقام قياسيه فريق سيدات الكره الطائره. امبارح النادي الاهلي حسم الدوري منذ فتره، مباراه امبارح امام الصيد هي مباراة الختامية في الدوري، النادي الاهلي مش محتاج فيها اي حاجه، لو كسب او خسر او تعادل مش هيفرق معاه بالمناسبه في الترتيب انه حسم المسابقه، بيلعب امبارح سيدات الصيد. النادي الاهلي علشان دي مبادئ النادي الاهلي دايما بيلعب على لغه واحده وحاجه واحده هي دايما لغه المكسب. النادي الاهلي امبارح الصيد لو كسب النادي الاهلي هيضمن المركز الثاني للسنه الثانيه على التوالي، وبالمناسبه ده هيكون انجاز بالنسبه لنادي الصيد، ولكن عشان دي مبادئ النادي الاهلي امبارح النادي الاهلي بيلعب للمكسب رغم غياب لاعبات مهمات جدا عن الفريق، ويحقق الفوز ويضمن المركز الثاني لسيدات الزمالك. هو ده مبدا النادي الاهلي، ان انا دايما بلعب على المكسب حتى لو المباراه ما تلزمنيش. نروح بقى مع حضراتكم لاخبار الناشئين او اخبار يعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي، واول خبر معانا اهلي 2003 يهزم الزمالك بهدف نظيف في 100 عقبه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. احرز هدف النادي الاهلي اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، مباراه كانت مهمه جدا، كانت المباراه في 100 عقبه، ولكن عايز اشيد النهارده لما يبقى في حاجه كويسه لازم نشيد بيها، لما تقلد حد عمل حاجه كويسه لازم تشيد بيه. التجربه دي اذاعه المباريات كنا احنا عملناها او احنا ابتديناها من 3 سنين هنا على شاشه قناه النادي الاهلي، ونادينا بيها وكنا اول برنامج رياضي نعمله في مصر هنا في برنامج الاشبيله على قناه الاهلي، علشان ايماننا ان احنا الناشئ الصغير لازم يلاقي رعايه كويسه، لازم لما يطلع الفريق الاول يلاقي نفس الظروف اللي بيقابلها الفريق الاول، فعشان كده عايشناه في الظروف دي، فكانت من هنا اذاعه المباريات بالنسبه للناشئين وكمان للاجهزه الفنيه. قناه الزمالك ذاعت مباراه الاهلي والزمالك على شاشتهم مباراه 2003 اللي فاز فيها النادي الاهلي، فعشان كده لازم نشيد بيهم. بس ما تنسوش حاجه، احنا برضو هنا في قناه الاهلي المركز الاول وحضراتكم المركز الثاني.